في ماتش زي ماتش النهارده تلعب على المضمون ولا ممكن يكون في مفاجآت؟ هنا الكلام على فرقة الأهلي، الكلام على طريقة تفكير ونظرة مستر كولر لمواجهة الرجاء، وأنت معاك أفضلية 2-0. هل تلعب على المضمون وتراهن على نفس الطريقة اللي أنت بتلعب بيها بنفس الأسماء وإن كان في ممكن يكون تغيير أو اتنين، ولا من الوارد إن الطريقة تتغير ويكون في مفاجآت، أدوار جديدة، أسماء جديدة في تشكيلة الأهلي؟ خلينا نسمع رأي بلال وأحمد في قصة الطريقة والتشكيل. يعني انا اعتقد ان مارسيل كولر هيبدا زي ما بدا المباراه الاخيره، طبعا باستثناء غياب عمرو السوليه اللي تاكد غيابه للاصابه. انت براك السوليه وربيعه وكريستو واكرم توفيق، وطبعا لا احنا بنتكلم عن ال 11 اللي بداوا المباراه. الوحيد اللي بيغيب عنك عمرو السوليه بالظبط، بيرجع لك النهارده احمد عبد القادر، وده اضافه مميزه جدا، كان عامل مباراه مميزه بالمناسبه امام الرجاء الموسم الماضي في ملعب محمد الخامس، ولكن اعتقد ان هو هيكون على دكه البدلاء. فالنهارده اللي هيعوض غياب عمرو السوليه اكيد بالتاكيد حمدي فتحي هيدخل من البدايه مع مروان عطيه اللي اصبح لا غنى عنه في تشكيل النادي الاهلي، وغير كتير جدا من طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي خاصه في عمليه الطلوع بالكوره وقطع الكوره زي ما احنا كنا اتكلمنا عنه، بيقطع ويسلم ممتاز جدا جدا. مروان بيعمل هو الدور ده، هو سته نموذجي، سته يعني بجد، يعني حاجه رقم سته عصري يعني بصراحه مروان. هل بقى الفكره ان هل هيستمر كولر في الدفع باليو ديانج من البدايه، ولا هيفضل ان هو مثلا يشرك لاعب زي محمد مجدي قفشه ويستغل خبرات قفشه، او يعمل مفاجاه ثانيه ويبدا باحمد القندوسي مثلا؟ انت نفسك في ايه؟ انا نفسي في احمد القندوسي يبدا من البدايه. نفسي لان هو لاعب طبعا من شمال افريقيا، متمرس في المواجهات العربيه، ولاعب موهوب. يمكن شفنا الهدف اللي سجله مع النادي الاهلي اللي اتلغى، وتاني يوم اتحسب في البريمير ليج عادي. فبس يعني احنا مختلفين عن اي وارد في الدوري يعني المصري. انا اتمنى ان احنا نستغل. انت شايف ان قندوسي ممكن يبقى مفاجاه كولر النهارده؟ انا اتمنى ان هو يبدا يعني لو عمل مفاجاه، ولكن انا بشوف ان هو بيميل ل تثبيت التشكيل يبدا بثلاثه. يعني النهارده خلينا نقول او نتفق انه الكلام كله على خط النص، خط الظهر ما فيش خلاف عليه، هو الغياب لانه بسبب اجباري. انت عندك غياب اجباري لعمرو السوليه، فاحنا بنتكلم في مين يعوض السوليه. الغياب الاجباري ده هتلعب بنفس الطريقه وتحط بديل للسوليه، ولا تغير الطريقه وتفكر مثلا في اربعه؟ هو بديل على فكره، هو بديل السوليه في من البدايه في منظور مارسيل كولر هو محمد مجدي قفشه. يعني هو ده اللي انا بشوفه، ولكن لان المباراه خارج الملعب فهو من منظورك انت بديل السوليه مين؟ القندوسي. قندوسي احمد بديل السوليه؟ اغير طريقه اللعب. تغير طريقه اللعب؟ السوليه ملوش بديل. السوليه ملوش بديل. انا اغير طريقه اللعب والعب 4-2-3-1 وافاجئ. مين الثلاثه اللي هتختارهم؟ الثلاثه حمدي فتحي ومروان عطيه ومحمد مجدي قفشه يبدا المباراه. يعني انتوا متفقين على الطريقه، بس ما يعني يمكن بلال شايف قندوسي، انت شايف قفشه. وجود قفشه لان هو في الوقت اللي بيهاجم فيه فريق الرجاء هنقدر نستغل قفشه في ان هو يقدر يلعب لحسين الشحات او بيرسي تاو، وفي الوقت ده النادي الاهلي انا بوجهه نظري بالسيناريو بطريقه اللعب دي يقدر يجيب جون بسهوله جدا في ظل حماس فريق الرجاء. وانا شايف ان كولر النهارده هيبتدي بحمدي ومروان ومعاهم ديانج. ده كولر. انا بقول لك انت قلت لي دول الثلاثه اللي نهوا المباراه، هو مش هيجازف. فانا بقول لك لو حب يجازف هيعمل كده. يعني الخط ده بقى فيه شويه حيره بالنسبه للجمهور. سيبك من مستر كولر، هو في النهايه الحاكم بامره، يعني هو يشوف مين ويحط التشكيل. بس هي حيره لذيذه، لكن في النهايه حيره لذيذه بالتاكيد طبعا. وحتى بالنسبه للجمهور حيره لذيذه. انت عندك خط نص النهارده فيه خمس ست اسماء تقال كلهم، مفيش حد يختلف على امكانياتهم، ومفيش حد يحط التشكيل هتلاقي زي التشكيل زي التاني. النهارده هتحتار بين السوليه وبين حمدي وبين مروان وبين ديانج وبين قندوسي وبين قفشه، وبالتالي هي حيره لطيفه ولذيذه. لكن انتوا شايفين انه في ناس بتزيد مع ناس او بتقل مع ناس؟ يعني انا مثلا بتكلم على تركيبه خط النص. يعني يعني هو كده احنا اتفقنا ان مروان لا غنى عنه، مروان يخدم اي حد يلعب جنبه، مروان عطيه يخدم اي حد يلعب جنبه. حمدي فتحي طبعا الفتره الاخيره هو مميز جدا، حمدي سواء بالروح والقلب والتكمله. وبيعرف كمان، حمدي عنده ميزه انه بيعرف يجيب جون. يعني حمدي في كوره الهدف الثاني في بيراميدز، لا ده توجيه الكوره والاشتراك بالطريقه ديت. حمدي كمان في كوره الرجاء في الهدف الثاني بشماله في المنطقه دي، وتغيير جسمه ووضعيه جسمه ويحرز هدف في الوقت دوت، القرار كمان والتحرك وظبط الاوفسايد، كل دوت لا يقول ان حمدي عنده ملكه انه يقدر يجيب براسه وبرجله بالظبط. انا يمكن ديانج كنت خدت بالي من ملحوظه ان ديانج كان في المباراه الذهاب ما كانش بيأدي احسن حاجه في وجود عمرو السوليه. يمكن كانوا هما الاثنين يعني زي قافلين على بعض او رابكين بعض شويه. بعد خروج السوليه ونزول وقتها دفع هو بحمدي،
دفع بحمدي فتحي وجدنا ان اليو ديانج تحرر شويه وبدا يشترك وبدا يمرر الكرات حتى في وسط الملعب باريحيه. فهل النهارده الثلاثي دوت مروان وحمدي وديانج هتبقى ليه الافضليه على ارض الملعب وهيحصل بينهم انسجام زي ما نهوا المباراه في الربع ساعه الاخيره؟ بالظبط. ولا هيغير بقى كولر يعني يشرك قفشه او القندوسي؟ تمام. انا شايف ان في نفس القصه انا شايف في ثنائيه مهمه جدا. أيوة. وهي اصلا ماشيه كويس بس هتبقى يعني بالنسبه لي ممكن تبقى سبب في تتويج الاهلي بطوله افريقيا، بيرسي تاو وكهربا. شايف ان او اتكلمنا انا وانت احمد قبل كده في الموضوع. صحيح. ده ثنائيه مميزه جدا من كاس العالم للانديه. أيوة. ثنائيه فيها تفاهم كبير وتحس ان في لينك قوي ما بينهم وعاملين ثنائيه اعتقد هم احرزوا هم الاثنين سواء بيرسي تاو او كهربا في كذا مباراه يعني. صحيح. فشايف فعاليه عموما بصرف النظر عن التسجيل صناعه او تسجيل. فشايف ان بيرستا وكهربا ثنائيه مميزه جدا هتقدر تفيد النادي الاهلي سواء في مباراه العوده النهارده او حتى في باقي المباريات ان شاء الله بعد النادي الاهلي. طيب. نروح للملعب بقى، نروح للحالات ونشوف كده ونستعرض معاكم قصه نادي الرجاء، وخصوصا زي ما اتفقت ان الاهلي عنده فرصه كبيره النهارده في انه باذن الله يقدر يسجل، ونتمنى انه يكون في بدايه المباراه يعني الاهلي يبقى عنده الافضليه في التسجيل من بداية المباراة، لأنه ده هيريح هيهدي أعصابنا جدا ويصدر التوتر والضغط كله على لاعيبة الرجاء، وبالتالي كمان هيكون في صعوبة كبيرة جدا مهما بذل الرجاء من مجهود وحاول أنه هو يعوض التأخر، صعب قوي أنه الأهلي يستقبل 4 أهداف في مباراة النهاردة. خلينا نشوف الحالات يا أحمد. يلا. وتقولنا وتشرح لنا كده أهم الثغرات ونقاط الضعف اللي موجودة فيه. تحب نبتدي بنقاط الضعف الأول؟ مفيش مشكلة. طريقة اللعب الأول، ممكن نبدأ بطريقة اللعب الأول. يلا نبتدي بطريقة لعب نادي الرجاء. أنا بيتهيألي ممكن نبقى متفقين إنه حمزة خابة حفيظي بالظبط ومحمد نهيري يمكن دول يكون، بس أعتقد إن في تغييرات النهاردة هتحصل. في تغييرات دي طريقة. طيب. اللعب دي التشكيل اللي بدأ مباراة النادي الأهلي في مباراة الذهاب. أيوة. بلعب طبعا طريقته المعتادة 4-2-3-1، فدي زي ما احنا شايفين التشكيل وطريقة اللعب. أعتقد إن مباراة اليوم هو هيغير طريقة اللعب، هيلعب بطريقة هجومية وهيلعب 4-3-3. لو جبنا الطريقه الثانيه اللي اعتقد نروح الطريقه الثانيه دي الطريقه اللي هيحصل فيها تغيير. طبعا ما كانش موجود من بدايه المباراه نوفل عبد الاله حفيظي، هيبدا ما كانش موجود. نزل هيبدا المباراه النهارده اعتقد بنسبه كبيره هيبدا. أيوه. ونوفل الزرهوني اعتقد هيبدا، لعيب مميز جدا ما بداش المباراه الذهاب. فاعتقد هم التغييرين دول اللي ممكن يبدا بيهم، ومع اسماعيل مقدم ما كانش بادئ برده مباراه في خط الظهر. اسماعيل مقدم مساك لان هو اعتقد كان في مشاكل باينه جدا في الهدفين، كان في مشكله كبيره جدا في خط الظهر، وده هنتكلم فيها مع نقطه الضعف بتاعت فريق الرجاء المغربي. ده التشكيل اعتقد اللي هو اللي هيبدا بيه النهارده في مباراه بلال في يعني لو صدق التوقعات احمد، وهي اقرب حقيقه بالذات يعني اراهن على مشاركه عبد الاله حفيظي النهارده في مباراه النهارده من البدايه. ايه مصادر الخطوره؟ ايه اهم اوراق الرجاء في التشكيل وطريقه اللعب اللي قدامك؟ يعني يمكن ابرز لاعبي الرجاء طبعا هو محمد زريده. محمد زريده بالمناسبه كان هو اللي سجل هدف الرجاء المغربي في مرمى النادي الاهلي هنا في ملعب السلام في مباراه الموسم الماضي لما انتهى اللقاء 2-1 لصالح النادي الاهلي. زريده هو اللي كان احرز الهدف. كمان زريده كان هو صاحب كره الانفراد اللي انقذها وتالق فيها محمد الشناوي في مباراه الذهاب هذا الموسم. فزريده هو ابرز لاعبي الرجاء، خاصه ان هو بيجي من منطقه العمق وبيجي في بلغه الكره في المنطقه العاميه دايما، يعني يستغل تقدم الاطراف وارسال الكرات العرضيه، وبتلاقيه ظهر في منطقه جزاء الخصم وبيسجل دايما من الحتت دي. حمزه خابه هو هداف دور المجموعات بالمناسبه، احرز 5 أهداف وهو لعيب صغير عنده 26 سنه، بيعتمد عليه منذر الكباير كمحطه وهو لعيب سريع وقوي مصدر خطوره. احرف برضو او واحد من احرف لاعبي الرجاء يسري بوزوق، لعيب مميز جدا الجناح الايسر للرجاء، شفناه يمكن في مباراه القاهره لعيب مميز. ونوفل الزرهوني المنتقل للرجاء من الحزم السعودي في انتقالات يناير الاخيره بالمناسبه، لعيب مميز جدا وكان متوقع انه يبدا مباراه الذهاب زي ما احمد قال، ولكن فضل الكبير انه يبدا بزكريا الهبطي اللي شارك في مباراه الذهاب. فممكن عبد الاله حفيظي زي ما انتم قلتوا انتوا الاثنين ان عبد الاله الحفيظي يدخل النهارده بجانب زريده ويستغنى عن وليد الصياد في وسط الملعب ويكتفي بروجر اوهولو اللي عنده قوه بدنيه كبيره جدا وكان مميز جدا، لفت نظري وانا بتفرج على المباراه من الملعب. روجر اوهولو اللاعب رقم 6 او بيلعب رقم 6 في تشكيله الرجاء. اسماعيل مقدم ممكن يلعب وممكن يلعب الهدهودي جنب حركاس اللي اخطا خطا كبير جدا جمال حركاس في كره الهدف الثاني وخرج يقابل على حدود منطقه الجزاء وفضى مكان لحمدي فتحي في عمق دفاع الرجاء واحرز حمدي منه التحرك
تارك يعني مهاجمي النادي الاهلي وسحبهم لمدافع ما كانتش ولا مركزيه كمان اللي حصلت ولا مركزيه اللي حصلت بدخول بيرسي تاو للعمق فهو حركاس اتلخبط وخرج يقابل اي خط دفاع بالنسبه للقادمون من الخلف بتبقى مفاجاه غير متوقعه وبالتالي بيعمل عمليه ربكه في طبعاً في الخط كله لعيب مش معمول حسابه مين هيمسك ايه مين هيتحرك معاه ويسيب صح. المهاجمين بالزبط. يعني بص جول حمدي فتحي في بيراميدز وبص جول حمدي فتحي برضو. في الرجاء وبص جول حمدي في الزمالك هتلاقي انه بيتحرك بمنتهى الاريحيه بالظبط هو بيجي في التوقيت وفي المكان اللي محدش شايفه ولا حد متوقع ان هو يكون فيه وده نفس الميزه اللي عند زريده وحاجه برضو بصراحه يعني برغم طبعا التحرك المميز لكن لازم ندي برضو حق اللاعب اللي بيعمل الباص ده بيعمل الباص يعني حسين الشحات عمل باص في ماتش بيراميدز يعني باص صعب جدا أيوه. نزل عليه يعني بالظبط بالسنتي يعني وبعدين لعيب الجون قدامه والمدافع وراه صح. يعني لعبها له بالظبط فلازم ندي له حقه يعني. طيب نروح للحالات اللي بعدها هنبدا نتكلم عن نقط القوه بتاعه فريق الرجاء ده ماتش الذهاب قوه نادي الرجاء المغربي طبعا رقم واحد الكرات الثابته سواء الضربات اللي هي الثابته اللي هي قريبه من ده دي ده دي كره ده كرة شوط محمد دي الشوط محمد الشناوي طبعا يعني عالمي. نقطه تحول في المباراه الصده دي بص الصده فين والشناوي كان ليه دور كبير جدا في ان هو يحافظ على شباك النادي الاهلي طبعا هم متميزين جدا في الكرات الثابته وكويس على فكره انه الشناوي انا مش جول كيبر يعني او يعني ما عنديش خبره في الجول كيبر قوي لكن كويس قوي ان الشناوي شالها باليمين لان طبعاً. في جول كيبرز كتير ممكن يروحوا بالاثنين ما يقدرش يوصل لها ففكره العكسيه دي اعتقد انها مهمه جدا على طول الشناوي ساعدته الحارس ودي خبرات الشناوي طبعا فعايز اقول ان الكرات زاويتها كانت صعبه وقوتها كانت صعبه والتوقيت كمان كان بدري فكان هيبقى هيربك النادي الاهلي طبعاً. فعايز اقول ان النادي الاهلي مطالب ان هو ما يعملش اخطاء حوالين ال 18 لان هتبقى دي مشكله كبيره جدا طيب. لان هم مميزين في الحته دي على فكره يا احمد دي كانت بدات كره الفاول كانت بدات بخطا من ديانج يمكن بالظبط ما انا جبت الحاله بتاعت ديانج يعني فديانج عنده الحته دي واحنا كنا في الفصل احنا كنا ديانج عنده المشكله دي طيب. ان بص ديانج بيعمل فاولات برده هو مندفع شويه ديانج عنده احيانا ميس باص فبيخليه بعد خد بالك برده هو يعني هو ديانج ما شاء الله كتلته الجسمانيه قويه جدا فهو مندفع لو خبط في اي حد او رجله خبطت في اي لازم هيطرحه ارضا يعني دي حقيقة. يعني نخش في ما هياش عنف لا 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 مش عنف خالص هو قوي يعني ممكن تخش كويس ان ديانج عمل الفاول لان ديانج في اوقات كتير بنبقى احنا اللي بنطالبه ان هو يعمل فاول في نص الملعب عشان ما بيعملش فهم طبعا. كمان برضو في الضربات الركنيه مميزين جدا أيوة. برضو هم خطر جدا في الضربات الركنيه نكمل نخش الحاله اللي بعدها بص هنا السرو باس اللي اتعمل بص كام واحد بالرغم اللي لعبوا في مباراه الذهاب بص التحول الهجومي لفريق الرجاء المغربي بس خلينا برضو يعني اتفق انا فاكر الهجمه دي قوي يا احمد الهجمه دي حصلت علينا نتيجه ميس باس من ميس باس متولي اعتقد مروان عطيه كان مره ايوه كان على فكره الحاله ايوه انا موجود الميس باس برضو جريمه لن تغتفر في مباراه الميس باس ده الخروج بتاع الشناوي لا لا الشناوي كان نجم المباراه الكرة دي فعلا زي ما احمد انت قلت الكرة دي نتجت عبارة عن ايه؟ عن الضغط المتقدم اللي عامله منذر الكبيري عامله مع النادي الاهلي وهنا بيكلف النادي الاهلي ان اي باص غلط هيكلفك خطأ لان هو بيضغط على الاقل بثلاث لعيبة او اربعة من قدام فدي هنشوفها يعني في بقية الحالات ان الضغط المتقدم اللي بيعمله فريق الرجاء المغربي واكيد عمله في مباراه الذهاب ف 100% هيعمله في مباراه العوده ان هو هيعمله امتى هو ده اللي عليك لا مش هيقدر يستنى غير لازم يبدا بالمباراه كده ضاغط هو هنا انت شايف من الدقيقه الاولى لو شايف انه هيلعب متوازن على الاقل 10 15 دقيقة مش هيستحمل لو بدا متوازن ضيع وقت هي الميس باص اللي بقول لك عليه بص البدايه لا دي كوره مع مروان هيمررها المتولي متولي هيغلط بيها ومتولي يعني اهو دي كده متولي بيحاول يديها لمروان فراحت بعيده للنهيري هو اللي هيعملها لل بص يا احمد بص كام لاعب من الرجاء المغربي في نص ملعب النادي الاهلي بص خط بص المساحه الفاضيه بين خط نص النادي الاهلي اللي ظاهر فيه هاني ومعلول هناك ومعلول هناك والمساحه اللي فاضيه بينهم قد ايه فيها بالزبط. كام لاعب من لعيبه الرجاء فالرجاء في كثافه عدديه الرجاء بيلعب فين بيلعب في القاهره فهي دي تبين ان منذر الكبار كان بيلعب على نفس الحاجه اللي اعتقد مستر كولر هيعملها النهارده هيلعب كان بيلعب ان هو وهنا الصح من متولي قرار الاسلم يعني الشناوي. انه يرجع للشناوي طبعا الشناوي يسلم منها ما كانش في بص في حاجه فيها محتاجه ريسك وده اللي مطالبين بيه لعيبه الاهلي النهارده ان هيبقى يحصل نفس السيناريو فكره ان انت تبدا بالكره من تحت والبيلد اب احيانا ما بتبقاش
الضرورية في الضغط المتقدم، لأن أي خطأ فيها ممكن يكلفك هدف. أيوه. ودي هتعمل مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي وأنت في غنى عن الموضوع ده. النهاردة كمان محتاج تفكر في عمل الوقت، لأنه كل ما الوقت بيعدي كل ما أنت بتزود حجم الضغط عليهم. صح. اللي مطلوب منهم يتعمل في 90 دقيقة بقى مطلوب منهم يتعمل في 60، بقى مطلوب يتعمل في 45، فالضغط بيزيد عليهم أكتر وبالتالي التوتر والوقت زي ما الوقت بيعدي عليهم بسرعة جدا، الوقت بيعدي عليك أنت بطيء جدا وهيبدأوا يتحرروا. حتى لو أنت بتقول ممكن شوف أنا متوقع النهارده لو الاهلي قدر يسجل الاول بدري الاهلي ممكن يعمل النهارده سكور. صح. انا شايف كمان ان احنا ماتش نرفع الوداد اول ماتش الموسيماني مع الاهلي في دوري الابطال 2-0 هدف قفشه على طول المبكر نهى. بمناسبه الوداد انا عجبني امبارح تعامل سيمبا التنزاني بالمناسبه مع مباراه ماتش الوداد. دخلوا كنت عايز الوداد يكسب بصراحه. لا انا احنا بنتكلم ان تعامل سيمبا في ملعب الوداد اللي كان ممتلئ كويس جدا. سيمبا التنزاني نازل كانه بيلعب على ملعبه، هي فرقه كوره على شكل خطوره. سيمبا التنزاني هي النسخه المصغره من سان داونز، انا هفضل شايفهم كده فرقه بتلعب كوره مساحات ضيقه متعبين. للاسف خذلهم حارس المرمى في كوره الهدف، يعني هدف غريب جدا اللي تلقى. انا افضل لي الوداد يلعب سان داونز فرص انه يعطل سان داونز. لا في حد منهم يخرج حتى لو حد منهم يتعب التاني. يعني انا بالنسبه لي انا عايز الوداد اللي يصعد. سان داونز فرقه انا كنت معاك احمد قلت لك كان لازم النادي الاهلي يخرج سان داونز وحد منهم كان لازم يخرج التاني. وجود بص دول الاثنين هم المنافسين الحقيقيين للبطوله دي. صحيح. فرقتين اقوياء الاهلي وسان داونز. الاهلي الترجي سان داونز الوداد ده السيناريو الاقرب. اقرب. احنا حتى كنا مع بعض وقلت لي مين ساعه لما كنا لسه بنقول الفرق قلت لك الوداد. كنا بنقول ان الوداد مش في حالتها، قلت لك انه في فرق مع المباريات بعد النوك بتبدا خلاص شخصيتها بتظهر. تمام. نروح للحاله اللي بعدها. نخش في الحاله اللي بعدها. هنا نقطه ضعف فريق الرجاء بقى، دي في نقطه ضعف. بص المساحات اللي ورا الباك رايت بتاع فريق الرجاء المغربي دي مش وقفه فريق منظم خالص. سرحان كتير جدا. هتشوف كذا ده علي معلول اللي بيلعب الباص ده، ده اللي هناك عمرو السوليه. أيوه. القادم من الخلف عمرو السوليه، وكودي كان ممكن يبقى جون سهل جدا. عمرو السوليه طبعا يعني شوطها كمل الحلقه بعدها. بص الباص على علي معلول لعب الباص انفراد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالرغم ان هم في كثافه 9 لعيبه من الرجاء واقفين غلط، كلهم واقفين غلط. تخيل يعني بص 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 هنا المساحات اللي لو استغلناها بقى دي ان هم كانوا بيلعبوا على التركايه والملعب. بص المساحات فيه عامله ازاي، يعني 9 لعيبه من فريق واقفين تقريبا في 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 تلت ملعب وسابين تلتين الملعب فاضي. هم كانوا بيلعبوا على حته ان هم عايز يضغط في حته معينه ويخطف هدف من النادي الاهلي. هو كان راسم السيناريو ده بسوء حظه عبد المنعم لخبط لهم الامور كلها في الشوط الاولاني. يعني ده السوليه هنكمل هو توقيت الهدف بتاع عبد المنعم كمان السوليه يعني للاسف السوليه لو كانت الار 2 جت زي ما هو عايز كانت هتبقى جون حلو قوي يعني بصراحه. ده نقطه هنكمل بقيه الحلقه. هنا بص كهربا معاه الكوره كل اللعيبه بص على كهربا. بص حسين الشحات ورا برده واقف المساحات اللي بقول لك عليها. حسين الشحات فاضي جدا يعني كهربا الكوره هنا حتى بيرسي تو مش اوف سايد في الكوره دي. اوف سايد لا لا مش يعني الصوت. يعني كهربا لو خد الكره بكعبه وعداها كده من بين رجلين الباك اللي وراه بقى بيرسي تاو هو عشان مقفول عليه باين بقى مقفول. بتكلم في سوء التمركز. لو سحبها بكعبه كده وحطها بين رجل المدافع اللي فتح رجله ده مين اللي جاي بقى اللي جاي محدش شايفه خالص. عمرو السوليه جاي محدش شايفه بالظبط. لا وفي لعيب تاني اللي بيشاور له هنا ده باين محمد هاني. بس 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 هاني لو استلم انا هحاول اكون في موقف كهربا. اسهل باس ممكن يعمله كهربا ده اسهل باص بس هو مع الضغط بس قضى على هجوم خطوره الكوره. لكن اسهل باص يتعمل بيرسي تاو. السوليه بعيد قوي عنه وكهربا بظهره ممكن يبقى مش شايفه لكن هو يبقى ممكن يبقى لامح جدا بيرسي تاو. لو سحب الكوره وعملها بكعبه كده بيرسي تاو بقى انفراد. هو اكيد لامح بيرسي تاو لان الكوره في بدايتها اصلا بيرسي تاو بيتحرك بيرسي تاو معدي بالظبط من قدامه. فانك انت تعمل باص تضرب بيه خمس لعيبه بالظبط وتخلي بالك زميلك في انفراد صريح. عايز اقول لك كمان على حاجه انت دي يمكن دي حاله من الحالات. كهربا في كل كوره كان بيتواجد فيها في منطقه الجزاء حتى الكوره اللي كذا حد منها الهدف كانوا بيضغطوا عليه باثنين وبثلاثه حتى في كوره الهدف اللي هو سجله وتم الغائه. وهنا بقى بدا مستر كولر يشوف كده في الشوط الثاني ان هو هيبدا يحل الموضوع ده بالهدف الثالث حمدي فتحي. طبعا هنكمل الحاله اللي بعدها. نروح للحاله اللي بعدها. يلا دي كانت اخر واحده. احنا عايزين في حاله ثانيه. طب لغايه لما تجهز عايزين نتكلم في بس في نقطه مهمه جدا النادي الاهلي لازم يستغلها ويلعب عليها النهارده وهي نقطه العرضيات. يمكن الوداد المغربي تلقى
في لقاء الرجاء المغربي ديربي الرجاء. طب خليني اسال احمد بس، هي الحاله اللي فاضله معانا انهي حاله؟ الحاله في الجون الثاني بتاع عبد المنعم، والجون الاول بتاع عبد المنعم والجون الثاني عندهم مشكله جدا. الجولين لو عرفنا نجيب حاله الجولين نجهزهم. اتفضل يا بلال. احنا بنتكلم عن احنا بنتكلم عن استغلال العرضيات من جانب النادي الاهلي النهارده هيكون مهم جدا، خاصه ان لعيبه الوداد المغربي عندها مشكله كبيره جدا في العرضيات. لما تيجي تبص في اخر اربع لقاءات خاضهم فريق الرجاء، تلقى الرجاء امام الوداد المغربي في ديربي الرجاء والوداد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2، الهدفين هدفي الوداد كانوا من كرات عرضيه. تمام. الرجاء المغربي خسر امام الفتح الرباطي هذا الموسم في من مباراتين تقريبا 3-0، الهدفين من الثلاثه كانوا من كرات عرضيه، خسر من النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، هدف من الهدفين كان من كرات عرضيه. الرجاء المغربي في من 7 اهداف 5 اهداف دخلوا في مرمى الرجاء من كرات عرضية، وده لازم يبقى سلاح مهم جدا نلعب عليه ونستغله النهارده في مباراه بتاعت معلول وهاني بالظبط. حاجه ثانيه، العمق طبعا، عمق الدفاع، لان جمال حركاس والهدهودي سواء شارك الهدهودي النهارده معلش برضو وانت بتفكر تامن، وخصوصا انه يعني هجوم الرجاء الهجوم لازم دايما تحطه في الحسبان وتعمل له اعتبار طبعا، فبالتالي التكلفات الدفاعيه تفكر اكتر انك انت تامن الطرفين، يعني تدي واجبات اكتر دفاعيه لهاني والمعلول وتحد من الادوار الهجوميه بتاعتهم وتدي الحريه دي للاعيبه خط النص، ولا تفكر تراهن على مفتاح زي معلول؟ ليه اخسر مفتاح مهم جدا زي معلول ما هو في الناحيه الهجوميه وادي ادوار دفاعيه اكتر للاعيبه النص؟ لا هو كده كده كولر اصلا ما بيديش لمحمد هاني واجبات هجوميه دايما، يعني هاني دايما ملتزم بالدور الدفاعي تقريبا غالبا في معظم الحالات، رغم انه بيرجع مع هاني والشحات ما بيرجعش مع لا انا عايز اقول لحضرتك ان في مباراه الذهاب كان اللي كان بيحصل ان كان بيتم فرد الملعب علي معلول، يمكن لما احمد كان الحالات اللي كنا بنستعرض الحالات شفنا علي معلول في كره الخطا بتاعت متولي، كان علي معلول واقف عند خط نص الملعب، لان اللي بينزل مكان علي معلول كانت في المباراه دي واحد من اثنين، يا ديانج يا مروان عطيه، وكان اكتر مروان عطيه كان بيجي في مكان الباك ليفت، وعلي معلول كان بيتقدم وبيفردوا الملعب بثلاثه علشان يفضوا الحته اللي في النص، ديانج والسوليه، وعلى الطرف الشمال علي معلول كان بيكمل، وحسين الشحات بيدخل عمق، كلها لا مركزيه قاصد يعملها كولر. فالنهارده ان انت تلزم علي معلول بواجبات دفاعيه مش هتقدر تعملها، لان علي معلول ما بيحبش الحته دي، هو ممكن يعملها طبعا في الكرات الاضطراريه ان هو يرجع مع الهاف او يكمل في تكمله الهجمه، ولكن هاني دايما هو اللي واخد واجبات دفاعيه، علي معلول انت ما تقدرش تخسره في الحته الدفاعيه، هتخسر سلاح مهم جدا في الجانب الهجومي. تمام، ما نحرمكش من حاجه ابدا يا ابو حميد، الحالتين جاهزين. تمام يلا. طيب بصوا بقى، يعني هو مش مكتوب لك اهو مكتوب لك، ده هدف عبد المنعم، ده هدف عبد المنعم. عبد المنعم طبعا بلال اتكلم ان عبد المنعم اتحرر من مركز المساك، ودي تعليمات واضحه جدا من المدير الفني مستر كولر، ان هو عبد المنعم يتحرر من لاعب مساك او اللاعب الوهمي اللي بيجي دايما جنب كهربا، عشان هنا كهربا. هو عبد المنعم افضل هيدر في الاهلي بصراحه، دي حقيقه، وتوقيته عنده توقيت كان بيفكرنا بفلافيو، هو اساسا مهاجم، هو اصلا كان مهاجم طبعا، مهاجم فهو كان عنده ميزه التوقيت طبعا. الهدف ده ناخد منه قوه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت نقطه ضعف كبيره جدا، لان ما حدش من لعيبه الرجاء ولا واحد طلع مع عبد المنعم، فدي غريبه جدا. فيبين ضعف المساكين بتوع فريق الرجاء المغربي. ان الاثنين، بص عبد المنعم الوحيد اللي طلع، في اثنين بس ممكن ما تبقاش باينه، اثنين مساكين واقفين مع عبد المنعم. ده لو يبقى عنده بقى، اقول له كده بلال مش هو صاحبك، شويه ثبات انفعالي، شويه ثبات انفعالي وهدوء في الملعب، هيطير فوق. لا لعيب كبير، هيطير فوق. لا عبد المنعم لعيب كبير، ما هيطير مننا فخليك. بص كمان غير عبد المنعم، كهربا كمان واقف فاضي، فعايز اقول لك ان بص حتى المساك اللي ورا كهربا سايب كهربا لوحده، فهنا سوء تمركز كبير جدا من فريق الرجاء المغربي، والمساكين عندهم مشاكل كبيره جدا، فده يبين ان طبعا عندهم مشاكل، وده هنشوفه في الهدف الثاني ايضا. حمدي فتحي، بص حمدي فتحي لوحده خالص، لازم نقول بيرسي وحمدي، بيرسي بصراحه. بص لعيبه الرجاء المغربي بص على بيرسي تاو، طب مين ماسك حمدي فتحي؟ بص بقى اللي انا بقول لك عليه يا احمد، بص جمال حركاس خرج لحد فين يا صاحبي؟ جنب اوهولو، يعني بص واقف جنب اوهولو على الدايره. ده مش دوره خالص ان هو يطلع. هو هنا برده في اسمه في اللاشعور، يعني اي مدافع في المكان ده يبقى يخاف لو عنده اثنين قدامه، مهاجم او جناح ولاعيب خط نص، طبيعي جدا مصدر الخطوره بالنسبه للمهاجم. مهاجم طبعا، هتروح على المهاجم طبيعي، من غير دي اللعبه اللي بيعملها دايما مستر كولر في الوقت اللي دايما هو حلها بلعب من نص الملعب. اي مدرب تاني
بيغير طريقه اللعب ويلعب 4-4-2. ممكن نشكر طبعا الباك رايت المغطي على المساك اعتقد ده واقف عند الكهرباء المدهودي المساك الثاني. نشكره طبعا على تمركزه لانه ده يعني غطى الاوفسايد. هم عملوا تقريبا هو كان مذاكر الاهلي كويس جدا فشايف ان اخطر لاعب في النادي الاهلي الفتره الاخيره كهرباء. ففضلوا بيلعبوا مان تو مان او بيلعبوا على كهرباء. الكره دي كان شريف بعد ما اعتقد ده شريف شريف ممكن. فحمدي فتحي فاضي جدا مفيش في مباراه يعني انا ما اعتقدش ان ممكن يبقى فيه يعني في مباراه خروج مغلوب او مباراه مثلا صعبه جدا وقويه ان حمدي فتحي يبقى بالسهوله دي لدرجه ان احنا شكينا من كتر سهولتها ان هي ممكن تبقى اوفسايد. انت في لحظه ممكن يعني ازاي فعندهم مشاكل كبيره جدا في خط الظهر وده باين في الهدف الاول وفي الهدف الثاني. لو قدرنا نستغل ان شاء الله النهارده المساحات اللي ورا الباكين باك رايت والباك ليفت ولعبنا طبعا ونستغل خطوره حسين الشحات وبيرسي تاو مع طبعا امكانيات كهرباء الكبيره ونقطه ضعفهم الواضحه جدا في سوء التمركز بعد تم مساكين اعتقد النادي الاهلي هيقدر في اول الشوط يقدر يجيب هدف. يعني طريقه اللعب نقاط الضعف مصادر الخطوره سريعا جدا عشان ما عنديش وقت اغطيهم خلينا ناخد اهم مصادر خطوره فريق الرجاء وكيفيه ايقافها من وجهه نظركم. يلا بلال. يعني احنا زي ما قلنا بسرعه محمد زريده طبعا اخطر لاعب يسري بزوق ونوفل الزرهوني وعبد الاله الحفيظي لو بدا من البدايه طبعا مع حمزه خبا الرباعي او الرباعي ده تحديدا كل واحد فيهم ليه ميزه يعني يسري بزوق على الرواق الايسر بقى زي ما بيقولوا الاخوه المغاربه ما لعبش ماتش هنا لا يسري بزوق لعب نوفل الزرهوني هو اللي شارك في الشوط الثاني نوفل الزرهوني كان شارك مكانه زكريا الهبطي. كنت مركز مع حمزه خبا بصراحه لان حمزه خبا بالنسبه لي يعني هدفهم واخطرهم وبالتالي حتى اللعيبه بينها وبين بعضها في الملعب تبقى دايما حاسه ان هو ممكن يبقى اقرب حد هو محمد عبد المنعم بصراحه تعامل معاه تعامل جيد جدا في مباراه الذهاب نتمنى ان هو يستمر عليها عشان سريعا يعني سواء الجناح الايسر او الايمن نوفل الزرهوني او الهابتي ويسري بزوق الاثنين لازم يتقرب منهم كويس جدا خاصه ان نوفل الزرهوني بيجيد التسديد من خارج المرمى وانا بقول لحضرتك هو منتقل اليوم من الحزم السعودي وكان بيقدم اداء جيد بالمناسبه في الدوري السعودي فالاثنين دول مع زريده بيجي من تحت وبيعمل الزرهوني ده هيلعب عليه معلول هيلعب عليه معلول هو كان لعب المباراه الاولى زكريا الهبطي ولكن النهارده من الوارد ان هو يبدا من البدايه في النادي الاهلي. انا عايز اقول ان احمد عبد القادر النهارده مرشح انه يكون ليه دور كبير جدا في الشوط الثاني. كلمه اخيره حمزه خبا ده اعتقد هو هيبقى اخطر لاعب النهارده مهاجم من الرجاء المغربي مهاجم مميز جدا وهو هداف دوري ابطال افريقيا واعتقد هو اخطر لاعب في نادي الرجاء المغربي. بشكركم شكرا جزيلا يعني اكيد هيكون لنا مع بعض لقاءات قريب وخصوصا كمان تدوركم جاي صح بعد البايرن والارسنال دورنا الريال جاي دوركم جاي طبعا هتروحوا فين الانسان الالي الانسان الالي خلينا نركن بس الملف ده دلوقتي نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لرجالتنا وباذن الله باذن الله ان شاء الله بكره لما نتقابل في حلقه جديده من السادسه اهنيكم وبارك لكم على تأهل الأهلي إن شاء الله على حساب الرجاء النهاردة. نتمنى مباراة كبيرة والأهم النتيجة تكون في مصلحتنا في مشوارنا بإذن الله لتحقيق النجم الـ11 في تاريخ النادي الأهلي. شكرا على المتابعة بكرة حلقة جديدة من السادسة تحياتي ليك.